يومين ونص تحديدا وصلت على لبنان من الصين بعد كابوس تقريبا فيكم تقولوا كنا عايشينه بسبب فيروس الكورونا. على المطار بقطع بوصل عند سيكوريتي جارد بسأله أنا جاي من الصين حاطة ماسك مثل الشاطرة، وين بقدر روح عند وزارة الصحة أو في شيء تفتيش الصحة وهيك ولا أي شيء؟ أوكي بيجي بسأل بوزارة الصحة من امبارح لليوم أنا بحاول أتواصل معهم، جبتوا فحص الكورونا يا جماعة؟ أنا حاطة حالي بأيزوليشن ولهلأ ما في حجر، ما في اي بريكوشنز، ما في اي شيء، فحص هو بس كت تفحصه اذا انا عندي شيء او لا، يعني عشان ما احبس حالي 14 يوم. اي بلد بالعالم صار عندها اياه هلا؟ الاردن صار عندهم اياه للفحص لحتى لي تتاكدوا انه هذا الشخص اللي جاي من الصين عنده فيروس الكورونا او لا. هذا بس الطلب اللي نحن عم نطلبه، انه مش فاهمه انا وزاره الصحه ليش موجوده، او انتم كحكومه انتم ليش موجودين اساسا؟ يعني انا عن جد يعني انه في عندنا ازمه عالميه وفي مليون حدا اجا من الصين، في صينيين حتى اجوا مع نفس الطياره فاتوا على البلد وشالوا الماسك وكملوا حياتهم عادي، هنا مش فارقه معهم، انا فارقه معي اهلي وعائلتي وناسي.